السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، اپنی ہر دعا میں ان چھ کلمات کو شامل کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم واقية كواقية الوليد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حنان يا منان يا حل المشكلات، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.